شلونك؟ هلا بعد عمري. هلا والله. خالتي شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله زينه. ها زايرتنا اليوم. اي مو قلت خلنا اشوف هالشرايط. شفت الثنتين هذيلا؟ خالتي ساره شلونك؟ انا زينه الحمد لله. يما انا بساعد فوق عشان ابدل ثيابي. يلا يما الله معك. حي الله من جاسم. حي الله من قال. شلونك؟ بعد عمرك. والله ولهنا عليك وايد وايد وعلى قعدتك على سوالفك على فنيانك. اي اكيد اكيد. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ انا بخير الحمد لله. ما قلتي لي هسه ما شر ايش في وجهك مصفر كذي؟ اقول مبروك حامل. والله يمكن للحين ما حللت، بس تبين الصج الصج؟ من جاب الفطوم الغبراء؟ من يصير وجهها زين ومورد؟ ومصيبة حامل. طاع هذا مصدق عمرها. حبيبتهم جاسم ما عليك، هذه حدها حدها في البيت خدامة. أو ليش؟ سكتي زين مصيبة. في مثل يقول، يقول الزين زين لو قام من نومه مثلي أنا، والشيشي لو لبس أحلى هدومه مصيبة. أقول أم جاسم، سمعتي في المرة اللي راحت عرس تعيب على المرة الشينة قالت لها أقول سكتي لا يكثر ترى تطلعين المنظرة. أقول احترمي نفسك، دام النفس طيبة عليك لا تشوفين شيء ما يعجبك زين قدام جاسم. بس بس انتم ما تقعدون مع بعض وتجابلون لو دقيقه الا التناجرون. هقول على طار العرس هم زين ذكرتني نسيتوني. انا جايبت لكم معاي هذه كروت عرس ولدي جاسم. انتم الثنتين تيون بالمبارك. بالمبارك يا بعد عمري. الله ان شاء الله يتمم عليهم بالخير يا حبيب. يا الله يا الله يا كريم ترزق عيالنا ان شاء الله. اقصد عيالي انا من بوليد. بوليد ما خلف غير بس مني انا. مصدقه نفسها مو هي مكينه التفريخ. بس بقول لك شغله، اذا هي العرس انا ما تنزل وليد. انتوا الثنتين تيون العرس ما علي. وير اصلا المفروض انت ما تلزمين هالاشكال. شب 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 احترمي نفسك زين، دام النفس طيبه عليك. بسكم بسكم نجرة ما يصير كله التناجرون. تدري شلون راح اجيب الفنيان عشان تشوفي لي باختي. يلا روحي يبي خلنا نقرا لك يابا. هذه سوالفك تستاهلين. انت شو اللي مسويته بعمرك؟ تستاهلين اللي يجيك. الحين صار لك 3 سنين متزوجه مو عارفه تحملين، تبي لك ياهل ولد ولا بنت تكسرين في شوكتها. قريب قريب ان شاء الله مجاسم. اسمعي الاخبار اللي تسرج. ما راجعت يما. بسم الله. العافية. العافية بدنك يا وليدي. واحدة ثانية واحدة ثانية بعد؟ اي تلي ما تاكلين انتي. يما انا ما احب البيض. ايش خالف هذا؟ اي جبنا لك روب. في ديت انا. بس يما بس الحمد لله رب العالمين. يا حلو الاكل من ايدك يا مشعل. يبل ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. يا رب يحفظك ويحميك ويرزقك بنت الحلال اللي تهنيك. امين يا رب العالمين امين. يما ادعي لي تكفين ان بسرعه تخلص البعثه مالتي وقولي امين. امين يا رب. الله يحنن قلب ابوي ويوافق اسافر برا ادرس فرنسا. يا يما واللي عافيك واللي يسلمك. انا اقول امين على كل شيء، بس تبي الصج يما ابيك تدرس هني بصراحه. شوف ابوك ما شاء الله عليه تبارك الرحمن دكتور بالجامعه الكبرى، درس هني ما شاء الله عليه. شوفه دكتور. ادري والله وادري ان الدراسه هني زينه، بس انا ليش بروح فرنسا بالذات؟ اي ليش؟ لان هناك جامعتهم اقوى جامعه بالقانون، وانا ما قاعد افكر اخذ شهاده واحده بس، لا انا قاعد افكر اخذ شهاده ثانيه بالعلوم السياسيه، لان انا تخطيطي مو بس بالمحاماه. ها انا قاعد اخطط ادش بالسلك الدبلوماسي. قولي امين. امين يا يما. قولي امين مره ثانيه. امين يا رب. يا رب يا رب اصير سفير او ملحق في سفاره من سفاراتنا يا رب. يما واللي يسلمك واللي يعافيك بصراحه انا اقول امين على طول، بس انا بصراحه ما ابيك تسافر برا، بس اذا هذه رغبتك خلاص يا يما. عسى الله يوفقك ويفتح عليك ويرزقك ويهنيك و... و...
بصراحة لا يما بس يا البكي هذا راح لا 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 يما لا ما واحدة واحدة بس أنا أقول يا رب يا رب يما بس أبي أوصيك أبيك تحط بالك على دراستك زين يما وتحط كتابك قدامك كذي وعلى طول تدرس مو تنسى دراستك عليك أنت تعرفين مشعل ما عنده لف ودوران بس دراسة إن شاء الله يا ولدي الله يوفقك يا رب ويفتح عليك يا يما ويسر أمرك بس خلاص بس حزين بسرعة تبكين ترى كذي ما سافر هون شلون لك وقت تروب مرة ثانية اكلي روب بس بس خلاص بس بس لا تبكين تفضل غرفة مالتي عشان ريحة عطر طبعا حبيبتي انت داشة عن شهودة ملكة العطورات انت تسوي حقي لا هذا حق ماما عودة ماما عودة عنده مش قال قد ياكلها صج اي مش عند ماما عودة اي نعم خوش خبر هذا قلت هاك هذا العطر حق شتم مسويته جديد اوكي مشكورة عفوا حبيبتي وبعدين؟ هني راح احط السيارات الاثنين عشان اسكر المخرجين هذول. حلو. وعندي افراد كفايه علشان نهائيا ما يفكر انه يطلع. حلو. بس لنفترض لوه لانه راح يطلع من المخرج الثالث اللي هو هذا. نعم. راح احط سياره عشان تسكر المخرج. طبعا. نهائيا. انت حاط المنطقه كلها يكون احسن، اخذ احتياطك بكل شيء. بس في مخرج هني صغير اللي يمكن لا يعني. احسب حساب كل شيء. صار. واخذ الافراد الكافيين معك. صح ان شاء الله خير. ويب اوراقك الحين انا اوقعهم لك. يبقى اذن النيابه بس. اذن النيابه اعتبره عندك بعد، ايش تبي؟ خلص صار. اذا كذي اعتبر اليوم قضيه ابو عين مسكره للابد. قول ان شاء الله. ان شاء الله خير. سلام. توكل على الله. توصي بشيء. سلامتك. لا مشكورة أنا اليوم مشتي أشرب قهوة ماما شيخة أوكي إن شاء الله خلت شميري أنا أصب له إنزين شلونك مشعل؟ الحمد لله بخير أنت شلونك؟ تمام الحمد لله تبي قهوة؟ إي والله قهوة تفضل مشكورة مشعل أنا سويت لك هذا العطر حقك هدية. لا عاد أنت بالعطورات مهينة. صدق؟ ما شاء الله عليك فنانة لحظة شنه يا سلام قلت فنانة. عجبك؟ حدا ما شاء الله تبارك الرحمن. عليك بالعافية يا رب. الله يعافيك. شهد؟ شهد قاعدة؟ قوم قاعدة هني يلا. أنا أدري يمه أنت تبيني أقعد يمك عشان تشمين عطري الجديد بس ها يمه إذا عجبك أبيعك التولة بعشر باصات لا خلاص أنا موافقة هذه واحدة أي يمه بقى تسعة لا يمه شيخة خير باي سألك الشمس اليوم ما شفتها وينها واسم الله عليها هالشموسة هذه تبارك الرحمن عليه يما حنونة قلبها طيب ما تفارقنا ولا دقيقة غير أخواتها يما سبحان الله صج ربنا خلق وفرق تبارك الرحمن عليها حنونة حنونة ما في أحد من قلبها ميري ميري نعم ماما يما حبيبتي روح قولي حق شموسة بنيتي تعالي يدتك والهانة عليك خليها تي انسى ان شاء الله ماما ايش فيك يما
ما فيني شيء يما. إيه ليه زعلانة حياتي؟ لا يما وايد مستانسة. إيه حسوالي هلا والله هلا وغلا. يما هلا. هلا بحشاشة اليوم. تجربين دهن عودها؟ لا يما لا. شوية بس شوية. لا 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 أنا عندي الطيب اللي عندي غير اللي عندي. مسك أصلاً أنت عنبر طال عمرك. إيه كذي. يا حلوك يا زينك. حمشت شعرك لا تعفسينا. يبيك تعال. منو ماما؟ ماما أودا. إنزين الحين أنزل لها. إن شاء الله. ماجد. نعم. أنا. نعم. أنا اليوم صدق عندي عوار. وأنا اليوم صدق عندي شغل. ممكن أروح أخلصه؟ نفس موضوعك مال أمس. مو أمس وديتش الدكتور؟ تو الناس على الولادة. أعراض ولادة ما يتلك أصلاً. بعدين أنا عندي بضاعة بالمينا. خلنا أروح أخلصها. قياداتها فلوس أرضية. بس أنا اليوم غير. بس أنت اليوم دلوعة. ممكن أروح أخلص شغلي؟ ممكن؟ كله ما يصدقني. يما شيخ أنا تأخرت وايد لازم أروح الجامعة بشوف أوراق البعثة خلصت ولا لا. يما الله يوجهك يا حبيبي روح. تبي شيء؟ لا يما حافظك الله. وانا بعد يما بمشي. ليش يما؟ توي جاية قاعدة. تدرين يما عندي امتحانات ودراسة. روحي يما عسى الله يوفقك ان شاء الله. تبين شيء يما؟ لا سلامتك حبيبتي. حافظك الله. درسي عدل ها؟ يلا تمت برويحاتي؟ حط راسي وانام احسن. يلا يا كريم. حبيبي هدي هدي ايش فيك كله كاميرات الشارع ذبحتنا؟ ايش داوى عليك خايف؟ لا تخافي برات حاتي وبعدين لا تحجج بالكاميرات انت خايف برات حاتي الشوارع هذه لعبتي الدوسات عندي الموضوع لعبتي يعني قايل شيء ويا وجهك اي خايف الشارع كله متروس كاميرات تبي حوشك مخالفه ثانيه بعد؟ زين زين لا تبكي يلا كا خففت ارتحت الحين؟ اي ارتحت وثاني شيء طريق الشاليهات كله كاميرات وانت خايف على الكاميرات؟ خايف تحوشني مخالفه؟ لا تحاتي يبا المخالفات ما راح تحوشني انا واحد من الناس سجلي نظيف تدري ليش نظيف لان السياره مو باسمي باسم ابوي المخالفات ما راح تنزل علي الله يعين ابوك عليك ها يعني انت خايف على ابوي مو خايف من الدوسه لا بلا بلا ها شيوخ شيوخ لا 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 خلاص يلا ماما متى يجي بابا لما يخلص شغله يرجع انزين ليش ما نرجع بيتنا عندنا بيت عشان نرجع له لا يا شقة لما يرجع أبوك ماما زين أبي أكلمه أبي أسلم عليه أبي أقول له يرجع مرام أنا مشغولة ما خلص شغلي
بس أخلص بعدين أكلمه. ماما أنت كل يوم مشغولة، أبي أكلمه، ليش ما تخليني أكلمه؟ مرام لا تنرفزيني، قلت لك مشغولة، شوفي شغلش كثرة، ما خلصت، أخلص وأكلمه، خلاص. ما يخليك ماما. طيب خلاص، حكلمه. بابا مشغول، بس يخلص شغله او اجتماعه راح يكلمني. اوكي وليد. وليد شنو هالفضل اللي انت عايش فيها؟ انت بعدين معك ياهل انت ياهل. خليهم يا امي، خليهم، اخلص اللي بايدي وانا ارتبهم ولا يهمك، خلاص خليهم. اي صدقتك. اسمع وليد، ابيك تنزل تشوف يدتك، يدتك وايد تعبانه، لازم تشوفها وتطمن عليها. هذه شغله. الشغله الثانيه شنو؟ اي ابيك تشوف امورك، تشوف مستقبلك، تضبط امورك، حياتك. انت متى بتم كذي؟ ترى ابوك وايد زعلان، ابوك وايد 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 زعلان منك. ولا يهمك امي، حاضر. في شيء بعد؟ انزين قوم شوف يدتك. فيك. أنا ما قلت شيء غلط. بعدين هذا ليه متى تبكي حاله؟ يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة العنود، ممكن خمس دقائق بس من وقتك؟ والله بعد اذنك دكتور فهد، عندي حاله. شوفي دلال، رسالتي زينه بس في فصل عندي مو واضح كلش هني. كاو دكتور كتبتها كلها هني، كل التفاصيل موجوده تقدر تشوفها. قاعد اشوفها بس هذا مفروض تحطينه بروح حباب عشان يكون واضح. فهمتي قصدي؟ ان شاء الله استاذ. انا اذنك. سلامات دكتور، فيك شيء؟ لا لا ما في، لا العافيه ان شاء الله. تدري عاد دكتور، أنا قمت أحس فيك، يعني لما تكون متضايق أدري، ولما تكون مستانس هم أدري. أنا طالبة عندك من زمان تدري عاد. أنت دكتور ما شاء الله عليك قلبك أبيض، عشان كذي اللي عصبت يبين عليك قدام الناس اللي تحبهم. في شيء شاغل بالك أو مضايقك؟ لا لا ما في، موضوع تافه. العموم شوفي، أنا حطيت لك هني ثلاث خطوط على البنت هذا، ابي تعدلين. ها تفضلي يبا، شوفي اي شيء بغيتي انا حاضر، راح اكون معاك، بس وقت تقديم الرساله انا ماني شغل. لا تحاتي دكتور، اكيد انا مستفاده وايد من محاضراتك. مشكور، ما قصرت. حياك الله. مع السلامه. حياك.
تصدق الجو نار؟ والله حده نار. حالاتك هي معود نجر جتات ونطق شنفر هناك وايد حلو. الجو حلو بس الماي بارد. امصح عدل كلامك. هذا ابوي. زين رد عليه. لا يا معود اكيد ضرب مخالفات الشهر اللي طاف. ما يخلق رد عليه وقاعد يزفني. خلي رد انزف بالبيت ولا انزف بالتليفون في البيت مره واحده. من يقول ولد عميد كليه الصياعه ولد دكتور سعود؟ لعبتي هذه. هذا الشبل من ذاك الاسد. ما ترد ها؟ انا اوريك يا شايع. يصير خير. الو تفضلي يا حضره المعلمه الفاضله. وزاره الداخليه دازيلي مسجين عليه مخالفات وسبه ولد شايع. اصريت يا اسجل السياره باسمي. يلا تفضلي هذه مخالفتين الحين. اظن ان الولد مو ولدي انا بروحي، ولدك انت بعد ومسؤول عن تربيته. يوم اني انا لحيت عليك انك تشتري له السياره لان البيت كان في حاله طارئه وكان محتاج، بس لما خلصت الحاله الطارئه ليش ما سحبت منه السياره؟ ليش خليته يكمل؟ اسمعني عدل يا ابو مشعل، ممكن تأجل الموضوع هذا لين أرجع البيت ونتفاهم فيه، وما رح يصير إلا اللي يرضيك. يلا يلا مع السلامة. يلا يلا. بديت هلوي أنا. صباح الخير. صباح النور حياتي. شو جديدة؟ شو مسوية اليوم؟ لا تسألين عني، أنا وايد زينة. دام أشوف هالوجه الصبوحي أنا وايد أستانس. لو تقعدين عندي بعد ويا فرحتي. حبيبتي الله يخليك لي ويطول بعمرك، أحلى يده بالدنيا. تسلمين يا يما. على فكرة يما مشعل كان هني وسأل عنك وتأخر على الجامعة. أنت تأخرتي عليه، راح أشوف أوراقه بالجامعة ما البعثة. يا حليلة مشعل ما يعرف يروح الجامعة إلا لما يطمن علينا كلنا. عدل وبعدين لحظة، مشعل كان عندك يعني معناته تريقتوا ويا بعض وما نطرتوني. اي عدل عادي ما يخالف، انا مسويه حليبه راح تشربينها معي. اشرب ليش ما اشرب؟ تفضلي. صبري خلى ذوق اول. حاره يدي تدري بعد شوي شوي. ما عليه. ناطعه. بالعافيه هني. يعافيك بعد جبدي. في هذه ما ترد. صدقني راح اذبحك، راح اجحفلك. يا معود محظوظ. اضحك. يا معود هذا مشيعل. ايش فيك؟ دزلي ان ابوي معصب علي وقاعد يسال عني. ايش بتسوي زين؟ برد البيت وبنخش تكفى رتب كل شيء نفس ما كان تكفى ساعدني. وأنا أقول ليش الصالة منورة؟ هلا هلا وغلا هلا وغلا هلا. بيني وبين نفسي بصراحة قلت أكيد أبوي مشتيكوا بنسكافيه. تبين الصج؟ النسكافيه يا بوك صج بوك تعاد. بالعافية. الله يعافيك. ما حد حاسفين بهالبيت إلا أنت. الله يخليك لي يبا. يبا في شيء بقول لك عنه. خير. اليوم الظهر وأنا رادة
كان في سيارة صافطة قبال الحديقة بس ما كان فيها أحد. ما أدري، حسيت إن الوضع غريب. زين، ويمكن السيارة هذه حق الجيران مثلا؟ ما أدري بس ما أعتقد يعني جيراننا بيقطون سيارتهم هنا وبيردون البيت مشي مسافة يعني. يمكن الجيران مسوين عزيمة وعندهم ناس وايد وحاطين سيارتهم هني. ما أدري ما أدري ما أدري وا كله منك، كله من شغلك، خليتني أصير مباحث أنا بعد. شو بتشلي يا ترينا الشغل يا الشغل صج. خلاص حين أنا بس عديبة. يلا 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 بشر إبراهيم. هلا طال عمرك، أبشرك تم القبض على أبو عين وعلى كل اللي معه. كفو كفو والله، بس متأكد ما بقى أحد منهم؟ تمام، بلغ تحياتي للأفراد كلهم. إن شاء الله إن شاء الله. يلا فما الله فما الله. الحمد لله. Thank you.
عن السيارة. كلمتك الدكتورة سناء، قالوا في مؤتمر طبي بيسوونه بدبي وعطتني أسامي. شنو قالت اسمك؟ ما قالت لك شيء؟ لا ما عندي فكرة. أنت ما عندك ورقة أو شيء فيها الأسامي؟ لا أنا ما عندي ورقة، عندها هي عندها دكتورة سناء. صباح الخير. أهلا، صباح النور. آسف قطعت حديثكم بس حبيت أصبح عليكم. وأنا مار حديقة المستشفى قطعت لكم هالورد، يقولون الورد الأبيض يجيب الطاقة الإيجابية. تفضلي. شكرا. صح يا دكتور فهد، بيقولوا احلى حاجه في الحياه الورد الابيض. وانت الدكتور العنود شكلك ما تحبين الورد. لا والله ما احبه، يجيب حساسيه. بعدين احنا مشغولين لو سمحت، يعني انا ذك. انا ذك. انت اتجننتي ازاي بتردي عليه بالطريقه دي؟ شكلك يا انت مانيه وانت ورد مصدقتها بعد. يلا ورانا مراجعين ورانا شغل، يلا فاضيين احنا. هين يا عنود، أنا ما أنسى اللي هني. شو الأوراق يا أبو سارة؟ أنت تدري فيني، أنا ما أعرف أقرأ. يا أخوي يا شملان، الدنيا حياة وموت، وهذه الأوراق لتثبيت الحق. إذا ياني أمر الله، على الأقل بنتي تعرف حقها وين فيه. إيه بس يا أبو سارة، أنت تدري فيني، أنا ما أقدر على الدين. أنا كل اللي بغيته منك مساعدة بسيطة. يا أخوي يا شملان، هذا 50,000، 25,000 اللي أنت طلبته، و25,000 هدية مني لك. بعدين أنا ما كتبت قرار دين عشان أحد يطالبك فيه، أنا كتبته مقابل رهن بيتك. رهن بيتي؟ شنو؟ يعني أنت تبي تاخذ بيتي؟ الله يسامحك يا أخوي يا شملان، أنت تعتقد ممكن أنا أسويها ولا بنتي تسويها من بعدي؟ هذا ظنك فيني أني أنا نذل؟ أيبا هاك فلوسك، هاك فلوسك يا أيبا، روح بخليها بينك وبين ربك ليوم الدين. استريح يا أخي شملان، أنا الله سبحانه وتعالى بيحاسبني على نيتي، لأني بغيتك تستفيد منها بالحلال وأخذ الأجر، لكن للأسف رفضت تطبيق كلام رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شو تقول؟ أنا؟ هي أنت يا شملان. شلون؟ أنت نسيت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل فاكتبوه. صدق الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كنا كلامك صدق يا أبو سارة، أعوذ بالله منك يا إبليس. والله أن الجهل مشكلة يا أبو سارة. عطني بعد، عطني بس أبيك تبصم لي على الأوراق. إن شاء الله، إن شاء الله. ليش مخي أنا؟ مو معقولة. شوف، قدامك يومين، أبيك تعرف السيارة من له ومن عندها الحين. حاضر، ولا يهمك. زين، تبين نعمم عليها ونقبض على اللي بداخلها؟ تهمة شنو؟ إنهم وقف السيارة قبل بيتي؟ هذا مو أسلوبي. أنا آسف طال عمرك، بس يعني توقعت إنها من طرف أبو عين. بيني وبينك أنا فكرت بهالشيء، بس إذا كان من طرف بعين ومجرم ما يوقف لي أشكر عينك عينك قدامي، وإذا كان بيراقبني يختفي ينخش ويراقبني، ما أشكره يوقف قبال بيتي. بس تدري شلون؟ يمكن السيارة حق الجيران أو قاربهم، ليش لا؟